عمايل من يوم اهو اهو جيل. أخيرا شدت وأخيرا الحمد لله. السلام عليكم. سلام الله. بخير. سوّرت خونا. شو جو باي؟ ماشي. بمدينة أخوي. وين المدينة؟ شارع الرشيد جنب مصرف الوحدة. ما يقول 12 دينار هي. علاش ب 12؟ ما مش نقول لك 15 بقى، نقول 15 بيسعدني، قلت لك 12 توري بنسترقوا. شنو فايف خوي خيرك نو شعفاء؟ هذا هيك طريقة ديما نجي هنا ونروح. دينا سبعة توكل الله وركب. 5 جنيه. هذيك لما هم بس اللي عندك خيرك السلام عليكم. سلام الله. كيف الامور؟ ماشي ماشي يا الحمد لله. شو جو باهي؟ تمام والله ماشي يا الحمد لله. ايش كيف انا هو تبي مكيف فوقها فايف؟ تبي مكيف؟ طلبت مستحيل على قد فلوسك اخوي. قلت لك انا 12 قلت لي لا كان قصدي ركبك بفايف يا ولد. اسمعني ولد عمي حتى بالعقل هي قصدي اخوي ما ادهشنيش. قصدي بركبك بفايف وبنفتح لك مكيف خلينا مش ندهور بيك لك قدك كيكه وجو مليح. خيرك يا رجل تبي تفتح لك مكيف؟ خلاص زين صرحك مكيف. خذ معك نبضه لما مكيفه تشيل تفعل عنك كيكه غير فيسا بس باي اخوي. واحده واحده علي انا قلت حالي لعونك بالهون انا يرى هو مستعجل. انا حاضر اخوي. تليفون انا في تليفون يشري اخوي. ها؟ في تليفون يشري. وين تليفون لقيته؟ لقيته هنا. ها؟ لقيته هنايا. ولقيته هنا؟ لقيته هنا. لحظة خلنا ندرس. الكرسي بالك فيه حد نسيه راكب. بقى لحظة خلنا ندرس. لحظة 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 لحظة. تليفون. ايفون الأخير هو. هذا شنو هو؟ ايفون الأخير. هذا ايفون الأخير هو؟ الأخير هو. شو يقولوا له هذا؟ طابة ومنيح. عشان يقول قد ايش حقه هذا؟ حقه قريب 9000 جنيه. 9000 جنيه؟ قلت غادي تو مولا شكله كان يشري نرى كان يشري هو 14 الو بيكا شن حالك؟ ماشي يا شنو الامور باي ولا انت تحب لفريات؟ عندي لك لفري مليح اليوم. ترى نحيل الحافظة نشوفها تنقول كم انت نحيل الحافظة هي اللي فرحان يا بيلا نيرة. ايه قلت لك عندي لك فاري مليح. واش تدي؟ كيف؟ في وقت تحب لفريات انت بندير لك فاري مليح. في ذاك شنو يقولوا هذا في تفاحة منتوشة من ثاني. ايفون. ايفون الأخير قال. ايه في ثلاث كاميرات صح عليك ايوه. تفاحة منتوشة من ثاني ايوه. والله تعرف خبي شبرا الله يبارك. بنبيعها قديش تاخذها مني؟ شو بدك تبيعها؟
بتبيعها يا رجل. شن 3000 تحسب لي خامبة؟ 3000 تحسب لي خامبة. مخنوب هو يا رجل. دقيقة يا بيك شو عاود لك؟ غير سكة. الخيرك أنت مخنوب شن يا أخوي؟ مخنوب هذه حاجة طايحة في كاس السيارة. تبان نحاس شفرة خيرك أنت. شنو اللي بتنحي الشفرة متاعك؟ هذا قلت لي حق 9000 أغلى من سيارتي يا أخوي خيرك. كان أغلى من سيارتك رزقناه. باهي قال لحظة أخوي أنت دقيقة بس أوكي معاك دقيقة أخوي. تا مش أول قطعة دقيقة ما طايح من المرالي عندي ما درتها مفاجأة مرات. خلاص من بيقولها. دقيقة أخوي دقيقة دقيقة خلينا نكلم الراجل. خلينا نركب لك كفرة متاعك. باهي خليه فيدي باهي دقيقة بطل خليه فيدي باهي أني غير شدة فيدي خليه فيدي دقيقة. باهي دقيقة نكلم البيكا يا رجل. دقيقة نكلم البيكا باهي لحظة نجي معاك شوية دقيقة عيدي غير عيدي دقيقة غير تعال يا رجل بدي البيك شوية كلمة نتفاهم ونكتبوا النص يا رجل. هاي خلاص هاي كاميرا وين الكاميرا كاميرا يا رجل. هذا قام الزلمة كاميرا كافية كاميرا كافية ولا كاميرا كافية الله ولا كاميرا ولا كم توجع لكن خير أخوي إحنا من عونه بيكسبوا هاي كاميرا كافية دي كاميرا ودي كاميرا فليك 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 وقاعد عندي كاميرا وأنا صغير الحين نكت بهدي ما بعد والله ما بعد جماعة التاكسيات لينا 3 ساعات ولا ساعتين ونص ندور وما حصلنا لا واحد توا ان شاء الله يا رب نحصل الثاني قسم بالله يا رب يكون في عونكم جماعة التاكسيات الحق فاني جربت التجربة هاي ندير الجو الاكشن تاعنا باك هيك ربي يعونكم جماعة التاكسيات والله فعلا ربي يعونكم نقرشكم والله يا احلام ولا في الزباين دخلة في التاكسيات هذا دخلة محدود كبيرين مسكين صدق نوريد تفور من المكيف تفور المكيف السخون افتح المكيف بس كوب شو بيقول يفتح لي المكيف هو فاني حاليا فتح الدفاية السخون شدت الله السخون سلامة الله حالك ان شاء الله مختار ان شاء الله اخوي انا بنروح لك نركب ونوصلك هاي قداش ولا ايش بنقول لك ديرها 15 اخوي ها لا على قد تمشي انت اخوي 28 يمين برا 28 ايش بردك هل حتى ما عندكش نوصلك راه عرفت نبي فرشه شوي فسوا ايش مكيف ها كيف ايش يا اخوي انت قلت لي يعني خليتك تحط الساعه براحتك وكل شيء براحتك تقول لي افتح لي مكيف فوقها نفتح لك مكيف اعطيني 20 تاخذ مكيف وتاخذ موسيقى سمعك بالتي وجو ذاك اللي تحبه الشباب ماش نبه ها ماش نبه خلاص مو باش تقول شنو لحولك في مكيف راه 100 سخنت انت كويس راحت المكيف كويس عليه اسمع زي ما يقول لك على قد فليساتك قد رجليك عارف اللي يقول فهد هيك صح ولا سخون الجوال ليش متمتع بالسخونية هزيد فلوس ولا كمان رايك المكيف في تليفون هنا يا في تليفون هنا ها؟ قاعد تليفون طايح هوا هنا تليفون؟ ايه كيف عند الرسيلين هذي بس تدرس تيمين علاش مش ليك هو رجل مش عارف شنو هو هذا ايفون الاخير 11 برو هذا شنو هو؟ 11 برو هذا الايفون الاخير قد ايش حقه هذا؟ ممكن 8000 ها؟ 8000 هذا 8000 اغلى من سيارتي هذا مش ليك هو لا مش لي اخوي لي ما دقيقه بس وين البيك؟ تحت الو ابيك السلام عليكم
عارفك انت تحب هون اللفاريات وتقلب وتبيع وتشري. جيب لك كفاري اليوم عادي. دقيقة. في ايفون انا مش عارف شنو هو التفاح تبلتوشته يا راجل. انت حرام عليك. ببيعها هذا ما تدوراش هذا العامل الجديد جايبه. دقيقة. لا يا رجال هذا يبي التليفون ولدي صغير هذا ما تدوراش. قاعد ندي معك ذو هاد التليفون. هاد التليفون. بديو معي كلمة. هاد التليفون. دقيقة بس خويا هات التليفون اه وين نعطيهولك ما تدويش معايا هات التليفون ما في متل يقول باي تليفون الناس تندري عليه انت شن فيه نتاع الراجل دوا ماشي بتبيعها ما مش مبيعونك مو في فوتي حق تساخله من سيارتك تبي غير السيارة انا غير اسمعني اباي اسمعني ما في متل يقول اسمعني المتل هذا اسمع المتل يقول لك حاجة لقيتها في الكرسي تنعطي لي مول التاكسي خلاص هذا اللي ليك هو واش في سيارتك لقيت بنزل يا خويا من السيارة ايش التليفون معاش نبي نوصلك معاش نبي نوصلك انا هات التليفون هات التليفون يا رمزي يا رمزي يا رمزي يا رمزي تعال والله بس كاميرا يا رمزي كلمة يا رمزي والله الكاميرا والله الكاميرا والله الكاميرا والله الكاميرا يا رمزي شدها يا رمزي والله الكاميرا والله الكاميرا والله الكاميرا يا كاميرا تاه ما في بخرج تكسر هو علي هو والله الكاميرا يا كيف درتها نكسبوه نديروه كاميرا صور صور طيب ان شاء الله هي هي يلا هي والتركي عمايل من يوم اهو اهو جيت